ليا الشرف خاطر شحنا الكاميرا كاشي تاعنا كانت عندها هدف وعملنا بزاف على جالها من ناحيه السيناريو من ناحيه باش ما نسيئوش للفنان من ناحيه كانت ما تكونش فيها لا فيولونس درسناها كما يقولوا درسناها مليح باش تدخل لعائله الجزائريه وكان عندها هدف وكان عندها ميساج الحمد لله التعب هذاك وما ننساوش بلي كونكو الكاميرا كاشي خدمناها في ظروف جد قاسيه نظرا كورونا وكان عندنا وقت ضيق بزاف حنا كما يقولوا درنا البوسيب تاعنا باش نرضيو الشعب الجزائري وسيرتو العائلات الجزائريه نقدر نقول لك كاميرا كاشي بالك ناقصه ولا فيها تكنيك مناقص ولا كاش حاجه بصح سيرتو يقدروا يشوفوها عائلات الجزائريه هذه الحاجه اللي بازين عليها بزاف ويكون فيها سيناريو فيها هدف فيها ميساج نوصل.